بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة شرح اونلاين. النهارده هنتكلم عن تفعيل الباي بال. في ناس كتير جدا عايزة تفعل الباي بال ومش عارفة، بس انا حابب انوه لنقطة معينة لازم تاخدوا بالكم منها. اي حد يقولك تفعيل الباي بال من خلال بنك امريكي او من خلال فيزا افتراضية او بنك او حساب باي بال امريكي او مكسيكي او الكلام ده كله كلام يا جماعة فنكوش. معلش انت ما تفعلش الباي بال دلوقتي وبعدين تحصل لك مشكلة ويحصل لك دروب وما تقدرش انك انت تسترجع الحساب مرة تانية. فخليكم ماشيين بشكل سليم وبالطريقة الصحيحة ان شاء الله. طيب، تجربتي في تفعيل الباي بال كانت من خلال بطاقة ايزي باي. دي بطاقة ايزي باي يا جماعة زي ما انتم شايفينها. بطاقة ايزي باي سهل جدا انك تستخرجها من اي بريد مصري او اي مكتب بريد. بتروح مكتب البريد بتطلب ان انت تحصل على البطاقة مقابل 25 جنيه، وكل اللي بيطلب منك انك انت تديهم صورة البطاقة بتاعتك او الرقم القومي، وبعدين بيبدأوا يسجلوا البيانات بتاعة البطاقة، وبكده البطاقة تبقى متسجلة. كل اللي يبقى عليك انك انت تتصل على الرقم اللي هو 16 789 اللي هو خلف البطاقة ده لو انت شايفينه يعني، وبتكلم خدمة العملاء وبتقول لهم انك انت عايز تتفعل البطاقة دي، وبالتالي بيطلبوا منك بعض المعلومات البسيطة وبعدين بيفعلوا لك البطاقة في خلال ساعة تقريبا. طيب، ايه مميزات البطاقة دي وعيوبها؟ ممكن تطلع البطاقة ب25 جنيه، تاخد البطاقة في نفس الوقت اللي انت بتدفع فيه المبلغ، وسهلة جدا انك انت ممكن تحصل على البطاقة وتفعلها وتضيف عليها الفلوس في خلال ساعة تقريبا او اقل من ساعة ان شاء الله. طيب، عيب البطاقة الوحيد ده يا جماعة انك انت ما ينفعش انك انت تعبي البطاقة دي فلوس او تضيف فلوس للبطاقة دي الا من خلال مكتب البريد. يعني انت لو المكتب البريد ده قافل او في عطلة رسمية ما تقدرش انك انت تضيف فلوس في البطاقة، ودي مشكلة كبيرة جدا. كان هيبقى افضل كتير لو كان في مكنة اي تي ام ممكن من خلالها تعمل ايداع في البطاقة دي، ولكن مش مشكلة، البطاقة شغالة وتمام جدا، وانا فعلت بيها الباي بال واستقبلت عليه كمان فلوس. طريقة الربط مع الباي بال سهلة جدا، كل اللي عليك انك انت بتدخل على الحساب بتاعك على باي بال وبتضيف البطاقة وبتضيف المعلومات بتاعت البطاقة، وبيطلب منك كود المعاملة اللي من خلاله هتأكد ان البطاقة دي بتاعتك. بتتصل برضو على الرقم اللي هو الخط الساخن خلف البطاقة وتقول لهم انا عايز كود اخر معاملة حصلت من خلال البطاقة دي. بيدوك كود المعاملة بيكون مكون من 4 ارقام، وبيضيف ال4 ارقام دول في الباي بال او الحساب الباي بال بتاعك، وبالتالي انت كده فعلت الباي بال. الطريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. الناس اللي كانت بتقول ان بطاقة ايزي باي وقفت، يا جماعة بلاش تضحكوا على الناس وتستغلوا عقول الناس. في ناس لحد دلوقتي، لحد اليوم اللي هنا فيه دلوقتي قبل ما اسجل الفيديو ده، كانت في ناس بتقول ان البطاقه دي ما بتشتغلش على الباي بال. فانا مش عارف انا جاب المصدر دي منين. فياريت قبل ما اي حد يتكلم يا جماعه يكون ليه مصدر قوي ويكون عن تجربه، ما يكونش عن واحد قال لي البطاقه مش شغاله، واحد قال لي لا البطاقه ما بتشتغلش. فلازم يكون عن تجربه، وقبل ما تتكلم عن الناس لازم تكون مجرب الشيء اللي انت بتتكلم عنه عشان ما توقعش في مشاكل او تسبب مشاكل للناس اللي بيتابعوك. فالبطاقة شغالة يا جماعة، مفيش أي مشكلة، واشتروها على مسؤوليتي. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة، ده حساب الباي بال بتاعي متأكد ومتأكتف، واستقبلت عليه أموال كمان، وده بالمناسبة إثبات دفع لبرنامج تريفيا شو. البرنامج ده من خلاله ممكن تكسب 1 دولار تقريبا كل يوم. البرنامج جميل جدا يا جماعة، وعشان أنا بحب المطالعة والأسئلة العامة والمعلومات وكده، فأنا حبيت إن أشارك معاكم البرنامج ده. ولو بتحب المعلومات والمطالعة والأسئلة العامة، في البرنامج ده مناسب ليك، ممكن من خلاله تكسب 1 دولار تقريبا كل يوم. لو جاوبت بحد أدنى 9 أسئلة بشكل صحيح هتحصل على تقريبا 1 دولار كل يوم. فالبرنامج سهل جدا يا جماعة، وحبيت إن أنا أشارك معاكم الفكرة دي من خلال الفيديو ده عشان ما نعملش فيديو تاني. الموضوع مش مستاهل يعني ان انا اعمل فيديو تاني على البرنامج ده بعينه يعني. فانا حبيت ان اشارك الفكرة دي في اخر الفيديو ده، وشكرا لكم جدا. شكرا لاي حد شاف الفيديو ده، وان شاء الله بنتمنى لك التوفيق والنجاح. لو في اي استفسار سيبه لنا تحت في الكومنت وهرد عليه ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم جدا. كان معاكم محمد من قناة شرح اونلاين. سلام.